السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير يا جماعة، يا رب كلكم تكونوا بخير. هقدم لكم النهاردة طريقة عمل آيس كريم خوخ. ومع أول حاجة عندنا وهي المقادير، هيبقى 1 كيلو خوخ سكر حسب الرغبة، 2 كوب كريم شانتيه، 1 كوب زبادي، 3 ملاعق كبيرة جيلاتين بودرة، ولون طعام برتقالي. أما عن طريقة التحضير هتكون كالآتي: يسلق الخوخ في القليل من الماء إذا كان جافا، يخلط الخوخ مع السكر والزبادي والجيلاتين المذاب في القليل من الماء الساخن ولون الطعام، يضاف الكريم شانتي ويقلب الخليط، يصب الخليط في إناء ويوضع بالفريزر عدة ساعات حتى يتماسك. وبكده هيكون ده شكل الطبق النهائي بتاعنا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قناة عرب ايجلز، للاشتراك نضغط على كلمة سبسكرايب او كلمة اشتراك للحصول على اشعارات بكل فيديو جديد.